السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من قالوا ايه علينا. تقرير النهارده من موقع افريكا انتليجنس الفرنسي، بيقول ان هو موقع استخباراتي، نشر بعض التفاصيل المهمه عن صندوق مصر السيادي اللي هو العقل المالي المدبر والمسؤول مسؤوليه مباشره عن قصه بيع اصول الدوله المتعثره في الوقت الاخير، او خلينا نقول اللي هي فشلت يعني في الوقت الاخير، وفقا لتقارير صحفيه كثيره من فاينانشال تايمز و رويترز وتقارير اخرى بتقول انه لا، مصر مش قادره تبيع الاصول بتاعتها. النهارده افريكا انتليجنس بتتكلم على مجموعه من الاسماء المهمه جدا، والحقيقه في معلومات مثيره جدا عنها. الاسم الاول هو السيد ايمن سليمان. ايمن سليمان ده هو السي او او الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري. الراجل ده هو المسؤول المباشر عن المفاوضات مع الصناديق السيادية الخليجية في الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية عشان يعرف يبيع أصول الدولة في مصر، والشركات اللي مصطفى مدبولي بيقولها، ويسوق لهم شركات الجيش والكلام ده كله اللي هو لسه ما تمش فيها أي حاجة لحد دلوقتي. وزي ما تابعته في فيديو مبارح، في شركات أصلا خليجية بتخرج من السوق المصري بشكل كبير. أيمن سليمان ده الراجل ده المفاجأة أو الحاجة اللي كانت مثيرة بالنسبة لي، يعني إنه من مدرسة نجيب ساويرس. يعني إيه من مدرسة نجيب ساويرس؟ ومحدش هنا ياخد الكلام ده إنه يعني أصدق إيه، لا ما قصديش أي حاجة، أنا بقول لك معلومة مجردة وإنت خد التحليل اللي إنت عايزه يعني. بس الراجل ده شغال مع نجيب ساويرس في شركاته راسكوم ولا مانشا وشركات أخرى من 2011 ل 2019. كان مع نجيب ساويرس وكان من الأذرع الكبرى والهامة للسيد نجيب ساويرس وأوراسكوم، شركة أوراسكوم بتاعت عائلة نجيب. طيب بعد كده السيد أيمن سليمان ده هرجع له، لكن في شخصية تانية اسمها الأستاذة نهى خليل. نهى خليل هي مديرة الاستراتيجية والتنمية في الصندوق السيادي المصري، والتقرير بيقول إنها الذراع الأيمن للسيد أيمن سليمان. نهى خليل المفاجأة التانية إنها أيضا من مدرسة نجيب ساويرس. إيه يا جماعة ده؟ آه والله زي ما بقول لك كده. نهى خليل اشتغلت في شركات ساويرس من 2012 ل 2020 في عدد من الشركات، وتقلدت مجموعة من المناصب. احنا عندنا اتنين تبع ساويرس هم اللي ماسكين الصندوق السيادي المصري. هل بقى نجيب؟ معرفش هل ولا مهلش، انت فكر فيها يعني. بس هو يعني السيسي معتمد بالاساس دلوقتي اللي ماسكين له الصندوق السيادي هم رجالة نجيب ساويرس. طيب نيجي للنقطة اللي بعد كده. بيقولوا في التقرير انه الراجل ايمن سليمان ده الفترة الاخيرة عمل أربع زيارات مكوكية. الزيارة الأولى إلى الدوحة للقاء ممثلين عن الصندوق السيادي القطري. الزيارة الثانية إلى أبو ظبي للقاء مسؤولين عن الصندوق السيادي الإماراتي. الزيارة الثالثة إلى الرياض للقاء مسؤولي الصندوق السيادي السعودي. الزيارة الرابعة إلى فرنسا لحث ماكرون والناس هناك إن هم يعملوا استثمارات في مصر. لو الراجل ده بدأ الزيارات دي في شهر يناير أو فبراير اللي فات، فبكل أسف الزيارات دي بقت بالفشل، لأن احنا حتى الآن مفيش أي حاجة بتقول إنه في استثمارات فرنسية جديدة، أو إنه الإمارات مثلا ضخت أو اشترت أصول أو أي حاجة. لحد دلوقتي الصورة مش واضح إنه أيمن سليمان ناجح في الشغلانة بتاعته بشكل كبير. بعدين التقرير بيكلمنا عن الراجل اللي أنا كلمتكم عنه قبل كده من كام شهر كده، وقلت لك ان ده العقل المالي لعبد الفتاح السيسي. مين اللي هو محمد امين؟ اللي هو محمد امين في العشر سنين اللي فاتوا يعتبر من اهم رجال القوات المسلحه المصريه، ومن اهم رجال عبد الفتاح السيسي، بل ان شئت القول هو من اهم العقول اللي بتحرك عبد الفتاح السيسي في القصه بتاعه الفلوس والاستثمارات. محمد امين كان مسؤول هيئه الشؤون الماليه في القوات المسلحه المصريه، يعني وزير الماليه بتاع الجيش، يعني بتاع مصر من الاخر. طيب النقطة الثانية، محمد أمين كان هو اللي ماسك صندوق تحيا مصر. محمد أمين هو مستشار السيسي للشؤون المالية. محمد أمين هو ماسك موضوع فنادق الماسة، لو تفتكروا الفيديو بتاع تقرير رجالات السيسي اللي سيطروا على الفنادق كان محمد أمين على رأسهم، واتكلمنا على هيئة الشؤون المالية وازاي هي كان ليها مجموعة من الفنادق بشكل كبير، ودلوقتي بقى في هيئة الإدارة والاستثمار اللي محمد أمين برضو ليه إيد فيها. فالتقرير بيقول إن محمد أمين أيضا من الناس المهمة جدا اللي أي صفقة لها علاقة بالصندوق السيادي المصري لازم تمر عليه، لازم تعدي تحت إيد سيادة اللواء محمد أمين، يا أبروف بقى ولا ما أبروفش ما نعرفش، لكن إحنا عندنا محمد أمين، عندنا أيمن سليمان، عندنا نهى خليل، دول ثلاثة بيتعاملوا في ملف بيع الأصول وملف الصندوق السيادي المصري. بعدين بيتكلم إنه من أهم المشروعات بتاعة الجماعة دول
هي مجمع التحرير، ان هم يخلصوا قصة بيع مجمع التحرير ومجموعة اخرى من الموانئ والشركات، منها شركة الكارجو بتاعة بورسعيد، شركة الكارجو بتاعة ميناء دمياط، ميناء بورسعيد وميناء دمياط، وانه القصة دي هم بيحاولوا يسرعوا فيها قوي انها تتباع بسرعة لأحد الصناديق السيادية الثلاثة. وبعدين بيتكلم التقرير يا جماعة ان احنا عندنا الميزانية بتاعة الصندوق السيادي ما نعرفش عنها حاجة وما عندناش اي فكرة عنها. تقرير مهم جدا بيتكلم على تفاصيل كتيرة جدا ليها علاقة بالمسؤولين، خلينا نسميها بقى المسؤولين عن فشل بيع الأصول المصرية في الفترة الأخيرة. لو عجبك الفيديو تنساش تعمل لايك وشير، سبسكرايب للقناة وفعل الجرس عشان توصلك كل الإشارات.